بسم الله. لي زومبالاج ولا الأغلفة، وشنو هما لي زومبالاج؟ لي زومبالاج سون دي زوبجي ديستيني ا كونتينير دي زارتيكل، معناها هي دي زوبجي اشياء موجهة باش تحتوي على دي زارتيكل، على اشياء اخرى. كيما واش البطاطا الكارتون تلقاو فيها دي برودوي، هذيك راهي امبالاج البطاطا الكارتون. نعطيكم ان اكزامبل هنايا، باغ اكزامبل لا بواط دام بارفان، يعني تاع الريحة. لا بواط اي ان امبالاج، لا بواط في روحها هذيك الكارتوني راهي امبالاج، لو فلاكون في روحو راهو امبالاج. لو فلاكون في روحو، لو فلاكون راهو امبالاج، مي اي كونسيديري كوم داخل كوم سي لو ماتيير بريمير، هو حاجة أساسية في ال كوم سي ان برودوي انترميديير، مي اون فوا لو كونسيدير كوم ان امبالاج. باغ اكزومبل لو بارفان، لو ليكيد اي لو كونتوني دو فلاكون، قرعة تاع الريحة. فلاكون سي القرعة، القرعة في حد ذاتها. بون l'emballage c'est la boîte، هذاك الكارتوني هي امبالاج. اسك سي واحد، هذه اغلفه. كاين نوعين من الاغلفه في لا كونطابيليتي، ولا كاين دي زومبالاج بيردو اي دي زومبالاج ريكوبيرابل. شنو معناتها بيردو؟ يعني حيفقدوا الهيئه تاعهم، راح نطيشوهم. بيردو ما حناش حنريكوبيريوهم. وشنو هما؟ Ce sont des emballages destinés à être livrés ou consommés avec leur contenu sans consignation ni reprise. Kima wach, leur valeur taqa, leur valeur est intégrée dans le prix de vente du produit. Kima le carton à ta le parfum. Le produit c'est le flacon hein, par exemple, هذا هو الفلاكون تاع الريحة par exemple. وهذه سي لا بوط نكبر فيها شوي. وهذه لا بواط، لو فلاكون راح لا بواط هذه راح تتباع مع الريحه بعد. اوكي شوف شوف ني ريبريز لا فالور ديتين ديغمون نو سون دي دي برودوي لي فري كونسومي افيك لور كونتوني. لو كونتوني تاع لا بواط سي لو فلاكون، اي لا بواط في روحها راهي امبالاج، راهم رايحين سون كونسيناسيون. دونك نشوفوها في لا دوزيام فيديو شنو هي لا كونسيناسيون. ني ريبريز ما حنرجعوهم، ما حنخليوهم عندنا consigné احرد ماشي حيرجعوا لنا. اي لا فالور تاعهم داخله مع لا بواط هذه، لا فالور تاعها يعني داخله مع شكون؟ مع لو فلاكون. اسك سي كلير؟ كيما واش يقول لك لي بابيي لي ساك لي كونسيرف بار اكزومبل، لي كونسيرف البطاطا الطماطم ها هي كي طوماط، طماطم هي لو كونتون، المعجون هذاك هي le contenu. La boîte c'est l'emballage. كي تبيع لك ماشي حيبيع لك غير المعجون هذاك تاع الطماطم، نو راح يبيع لك لا بواط كومبليت بلومبالاج بلي فيها. سي ان امبالاج ماذا؟ سي ان امبالاج بيردو، يعني كلي اغلفه ضائعه ماشي حتعاود ترجع للفورنيسور، راح تروح مع لو برودوي وتتباع معاه والبري تاعها راح يتزاد معاه. اوكي فلا كونطابيليزاسيون دي زاشا، lors de l'achat des emballages perdus, on utilise le compte 382-6, achat d'emballages perdus. Quel est le 382, c'est autre approvision. Oui, c'est un autre appro, yani tamwilat, tamwilat, tamwinat, okhra, mais tamwilat, tamwinat, tamwinat, okhra. Oui. L'emballage qui compte perdu, il trouve le compte comme chez un achat stocké, puis déstocké, ainsi de suite. Voilà, on a le 6 comme référence l'emballage. Ok? Référence l'emballage qui est le 8. Le numéro 10 sera les emballages. Par exemple, achat d'une quantité d'emballage destiné à être consommé. Chrab des emballages à être consommé. À être consommé. La facture numéro 125. Montant de 10 000 dinars. TVA 19%. Bon d'entrée numéro, 0, numéro 50. Qui m'a comme emballage destiné à être consommé. Par exemple, les sachets. Par exemple, les sachets. Les cartons. Cartonnés, les cartons. Ok. Femto.
حاجة راح تتكونسوم، هو امبالاج راح يحطوا فيه حاجة وراح يبيعوه. حاجة اخرى لي بواط دو كونسيرف، هيشريوهم كوم بواط بوي يعمروهم، سي ان امبالاج. لي ساشي هذوك تاع لوبيا بار اكزومبل، يشريو لي ساشي هما امبالاج، من بعد شي واحد يعمروهم باللوبيا. ها اوكي راكم معايا، يعمروهم باللوبيا. اللوبيا هي لو كونتينو، الساشي هذاك تاعها هو لومبالاج. شراو بار اكزومبل لي ساشي تاع لومبالاج تاع بور لوبيا ا اتر كونسومي، فاكتور نيميرو 225 مونطون دو 10000 دينار تي فيات. واش راح ندير لهم؟ اشا اوبيراسيون داشا جينيرالمون يكون فيها لو كونت 38. هنا قلنا بلي شراو دي زومبالاج، هاد لي زومبالاج لو كونت تاعهم سي لو 382 6. ها هو كي 382 6، كوم اشا راهو خاضع للتي في بار اكزومبل 445 6، مع شكون 401؟ من عند من نحنشيو لومبالاج، من عند الفونيسير دي ستوك ولا دي بيان. لو مونطون تاع لومبالاج 10000، لا تي في سي 19% هي 1900، دونك لو تي تي سي سي 11900. اسك سي كلير؟ لومبالاج هذا راح يفوت للستوك السام. اوكي سي دي زاشا ستوكي، ها هو كي ديستينا اتر كونسومي، مي يدير يفوت لو ستوك تاع من بعد راح نكونسوميوه. اوكي لو كونت تاع ستوك سي 3 اكيد سي 32 بويسك سي ان ابروفيزيونمون، دونك 302 على 6 قلت لكم سي 6 تمثل لي زومبالاج. شكون يتسولدا لو كونت 382 6؟ ستوك امبالاج اشا دومبالاج بيردو. شكون يدخلنا الستوك؟ يدخلنا لو مونطون اور تاكس، المونطون تاعنا لازم يكون اور تاكس. اوكي لو بون دونتري نيميرو 050، هنا لا فاكتور داشا نيميرو 125. اوكي سما لي زومبالاج بيردو راهم ساهلين كيما قلت لكم، لي ساشي تاع اللوبيا اي حاجه راح تشريها تعمرها بحاجه سي ان امبالاج بيردو، باسكو على واه راهي بيردو بويسك لا ماشي كل لي بيردو، كاينين دي زومبالاج ملي زومبالاج ملي كيما لي زومبالاج هادو راح يتكونسوموا راح يتباعوا مع لو برودوي مع بعد. اوكي ماشي حرك ريكيبيري هنا، راح يتباعوا مع لو برودوي. دونك سون دي بيردو كيما بطاطا طماطم مثلا، هذاك لو دونتيفريس هذاك تاع دونتيفريس، المهم ماشي حيبيع لك دونتيفريس وحده، حيبيع لك كومبلي مع لومبالاج تاعها. دونك سي ان امبالاج بيردو هذا. اوكي كيما المثال هذا راه يتطبق عليه مثلا لي ساشي تاع لي بواط دو كونسيرف، لي ساشي هذوك تاع اللوبيا العدس الفول المكرونه انسي دو سويت، اي حاجه اي امبالاج ديجا يتبع مع لو برودوي، جزء من لو برودوي امبالاج جزء من لو برودوي. اوكي لي امبالاج ريكوبيرابل، شكون هما لي امبالاج ريكوبيرابل؟ هذا الدوزيام تيب تاع لي امبالاج، الاول بيردو ضائع، الثاني دي امبالاج récupérable ou la agrifa qabila lil istirja. Ce sont des emballages destinés à être consignés. Il y a deux types d'emballages récupérables. Consignation, donc on se voit inchallah dans la deuxième vidéo. Je m'en à être consigné. A hayt récupéra par exemple, ah nmeddou le fournisseur ou nhilou menno ah nmeddou le client had l'emballage, mais ah nعاود نسترجعو. اوكي حنعاود نسترجع، واش ندير انا؟ نزيد لو بري تاعو فلا فاكتور ونحيه لو كليون، نحي البري هذاك، نحي البري تاعهم نزيدو في لا فاكتور تاع البرودوي هذاك كوم كونسيناسيون، كتلقاو هاك كونسيناسيون. اوكي نحيو البري تاع لومبالاج باسكو سي ان امبالاج ريكوبيرابل، حنعاود نديه نرجعو كوم سي جو سوي فورنيسور، حنعاود نرجع هذاك لومبالاج تاعي. كي نحيلو سواردو بوي هو يخدم به، كي يكمل خدمتو حيعاود يرجع لي هذاك لومبالاج، كي رجع لي لومبالاج حرد له سواردو تاع لا كونسينياسيون. لا كونسيني جو بونس كو سي سي اون غارونتي، تأمين عفسة أمانة هيك عفسة كيف نقول لك، نأمنك عليها
ومن بعد تعاود طرد نحي لك الدراهم، وكان يفسدوا هذوك لي زومبالاج ما نحرد لك دراهمك شيء اكيد، بس كي تردهم لي كامل صحاح لاباس بهم نعاود نرد لك دراهمك. دوك شوفوها في لا فيديو. اوكي، واش هما لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل؟ وكاين دي زومبالاج ريكوبيرابل non identifiables. Ah, ok, donc on chauffe. Les emballages récupérables identifiables, ce sont des emballages considérés comme immobilisation. Qu'est-ce les conteneurs, des citernes, les bouteilles de gaz à toile, sont considérés même comme immo. Je vois que les gars des emballages. واش دخلهم؟ دخلهم لو برودوي. كاينين دي سوسيتي يبيع لك البوتاي تاع الغاز متر كيو يريكوبيريها عليك، ينحي لك دراهمها مي يريكوبيريها عليك، من بعد كي تكمل داير السيرفيس تاعك ولا واش خدمت بيها تعاود تردها له، ماشي راح تخليها عندك غير اذا شريتها كاريمو. اوكي، سما ايدونتيفيابل كاين عندهم واحد لو نيميرو، تلقاهم بلي نيميرو تاعهم وراهم كونسيديري كوم ايموبيليزاسيون. كيما لو كونتينر هذا نقولكم شكون ثاني، بار اكزومبل اللي في البور، لي كونتينر تاع البور الحاويات يجيو فيهم دي برودوي، ومن بعد هذاك الكونتينر يتهز يروح لبلاصه اخرى، هذاك الكونتينر تجاو امبالاج راه قاعد يكوفر يعني يغلف لي برودوي اللي راهم داخل فيه. كاين ناس يطول عندهم الكونتينر باش يجي، باش تحكم لا سوسيتي تاع لي كونتينر تنحي لك دراهم اللي هما دراهمو، كي تردو لاباس بيه وما في حتى شيء ترد لك دراهمك، واذا دي سيتي تحكمو كاريما ما تردلكش دراهمك. اوكي، راهم كونسيديري كوم ايمو. هادو كيفاش يجي لا كونتابيليزاسيون تاعهم؟ سهله، لور دو لاشا دو زومبالاج ريكوبيرابل ايدنتيفيابل اون يوتيليز لو كونت 218-6 emballage récupérable identifiable. عاود يرجع للمالي وشي هو راه كونسيديري كوم ايمو عندي انا الكليون، كونسيديري كوم ايمو عندي مي نحردو مالي هاني ردهم ردهم، ولكن راهم كونسيديري كوم ايمو عندي. واش نديرو 218؟ واحد راه يقول لي اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل، نقول لك وي اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل، مي زدت لها السيس هذا كوم ايدونتيفيون لمن لي زومبالاج اللي هو امبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. اشا دون كونتيتي دومبالاج ديستيني ا اتر كونسيني فاكتور نيميرو $120-$122, montant de 10 000 dinars TVA, vente d'entrée numéro 51. Par exemple, conteneur numéro 000182. Par exemple, là, مثال. هذا الكونتينر هذا كيفاش راح نديرو له؟ راح ندخلوه كوم ايمو عندنا 218-6 اشا عادي جدا، اشا دومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل بشحال بديميل لا تيفيا، شكون هو لو فورنيسور؟ سي لو 404 بويسك لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل راهم تجيكم في ليكزارسيس ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، تجيكم هذه هكا اصلا نزيدوها لكم هنايا بعد باش ما نخلطكمش. ريكوبيرابل ايدنتيفيابل نحيوها هذه كامل. أفرت هيك خير.
achat d'une quantité d'emballage récupérable identifiable destinée à être consignée au khalas. Bon, le 2218, autre immobilisation corporelle, ma 6 les voies immobilisées, les emballages, on a 218 parce que c'est un emballage récupérable identifiable, il y en a considéré comme immobilisation, c'est pour ça des roues 218. La TVA a dit le TTC ou le fournisseur 404 parce que raho immobilisation. Pour le deuxième type, c'est l'emballage récupérable non identifiable. Ma douche tarif qui m'a wesh. Sma kif raha nqول لكم الستول ايدونتيفيابل تكون الحجم تاعو كبير باين اوكي ولا في الوغ تاعو تكون سيغنيفيكاتيف اوكي. Par contre, l'emballage récupérable non identifiable, il y a une chose très okay? Ou la valeur taille est vraiment significative. Je ne vous donne que des exemples. Là. Okay? Les emballages récupérables non identifiables, ce sont des emballages qui peuvent être récupérés par l'entreprise, mais on ne peut pas les distinguer. On ne peut pas les distinguer. نميزو بيناتهم بويسك راح يكونوا في كونتيتي كبيره اي ماكش تهز كيما من هنايا لي بوتاي اون فيغ شتو كي بكري كنا نشريو هذوك القرعه تاع الكازوز تاع 15 ميه هاي نفهمكم في لا كونسيناسيون القرعه تاع الكازوز هذيك ب 15 ميه ماهيش ايدونتيفيابل بويسك عنده شحال من قرعي تاع كازوز ماهيش ايدونتيفيابل ماشي حاجه فريمون تستاهل النيميرو هكا يبينها بلي راهي القرعه فلانيه بنت كذا بنت كذا اوكي قرعه نورمال وش يدير بار اكزومبل هي البكريت غازوز يسوى 1500 اوكي 1500 هذيك الغازوز 1500 وشي هو كي ما تجيبش معاك قرعه باش دير لي شونج بيناتها وش ينحيك كينحيك 3000 يا اخي والله سما تدي القرعه هذيك تاع الكازوز ب 3000 مره جايه كي ترجعها له يعطيك ال 1500 بويسك الكونتوني الجو داخل هو اللي ب 1500 والقرعه راهي امبالاج لازم تردها له دونك سي ان امبالاج ريكوبيرابل عنده بالنسبه ليه هو ولا كونسيناسيون راهو نحاها لك اللي هي 1500 اوكي جي بونس هذا هو المثال parfait باش تفهموا لي زومبالاج بون هاد لي زومبالاج نو ايدونتيفيابل راهم كونسيديري كوم ابرو كوم حاجه تستوكا اوكي لا كونتابيليزاسيون تاعهم تكون لور دو لاشا دي زومبالاج ريكوبيرابل نو ايدونتيفيابل اون يوتيليز لو كونت 382 6 نعاودو كيما نفس الهضره مع البيردو عندهم نفس الكونت بصح هذاك البيردو راه باين بلي بيردو بويسك سوا يقول لك بلي امبالاج بيردو في لي نونسي تاع ليكزارسيس ولا يقول لك الصفه تاع هذاك لومبالاج انت حسب فهمت هذاك لومبالاج اسك بيردو اسك ايدنتيفيابل اسك نو ايدنتيفيابل حسب فهمت انت لور دو لاشا دي زامبالاج مهم لومبالاج ريكوبيرابل نو ايدنتيفيابل 382 6 لو ميم كونت كو لي زامبالاج perdu. Achat, TVA, un fournisseur 401 et le stock et une solde le 382 6. Sahlin les emballages, même si haja saiba. Qui m'a fait hamt comme le qara tel gazouz li marfin chériouha bekri. Khay, qui m'a jib le qara. Déjà quand le qara dir l'échange معاه. يدي لك 15 دينار جزائري يا اخي كي ما تجيبش قرعه قد تشتري لك يدي لك 30 دينار جزائري ويعطيك القرعه تاع لومبالاج هذا يعطيها لك يقولك ديها المره الجايه كي تعاود تشري من عنده تعطيه القرعه يعطيك قرعه واحده اخرى تبان لك هي راهي بلاش هو مش عيطها لك بلاش راه يرد لك لي 1500 تاعك تاع لا كونسيناسيون بويسك راك رديت له القرعه تاعو وكي ما تردلوش القرعه تاعو ماهوش حيعطيك ال 1500 تاعك هذه هي لا كونسيناسيون 1500 دينار جزائري هي لا كونسيناسيون كي تردلو لومبالاج يعطيك 1500 تاعك ما تردلوش لومبالاج ما يعطيكش 1500 تاعك دوك نشوفوها ان شاء الله في الفيديو
الجاية. هذا هما لي زومبالاج، ما همش حاجة صعيبة، ميم لي قراهم بالعربية عندهم لو ميم برانسيب، ما همش حاجة صعيبة. الفو برك تركزوا، لا كونتابيليتي راهي سهلة، الفو تركزوا. بون، ما تنساوش تشاركوا لاشين والفيديو مع صحابكم وديروا جام، وكما قلت لكم المره اللي فاتت في الفيديو التعليقات تاعكم، ماشي نقول لكم ما تعلقوش خلاص، يكون التعليق تاعك بناء ولا نيجاتيف سي با، ماشي حاجه كبيره. الحاجه النيجاتيف لو كومونتير نيجاتيف راهو يمثل العبد اللي كومونتاه بعد، اوكي فما ما يمثلنيش انا. الكومنتار البناء، وش هو الكومنتار البناء اللي حنقول لك؟ راح يكون في انتقادات، انتقد صيب راحتك، ولكن يكون انتقاد في محله. على واش الانتقاد في محله؟ باش نعرف الغلطة تاعي وين هي اكزاكت، باش نقدر نكوريجيها. درك انا تنتقدني وما تعطينيش لا فوت اكزاكت وين، ما نقدرش نكوريجيها وما يهمنيش الكومنتار تاعك، ونقدر نسوبريمي عادي جدا. اوكي انا ما نحبش نوصل نسوبريمي لي كومنتار. دونك كي تلقاو الاخطاء جل من لا يخطئ، الاخطاء في الحسابات جل من لا يخطئ، بصح كي تلقاو الاخطاء في الشرح قولولي. اختاركش انا راني مانيش كيما قلت لكم، ديما نقول لكم انا مانيش استاذه، زاد المعرفه تاعي على قرايتي واش قريت انا في ليكول و الابحاث تاعي. سما ممكن المعلومات تاعي تكون كاين فيها معلومات مغلوطه، ممكن فهمتوا، ماشي ديما تغلطوا روحكم كي يكون عندكم حاجه راكم ماكمش فاهمينها اكزاكت، ولا كاين فيها تناقض بيني وبينكم، تقدروا تخليوا لي كومونتير بالك انا اللي غلطه ماشي نتوما اللي غلطه. اوكي احنا